سالي، العقل السليم بالجسم السليم، دائما بيقولوا هي المقولة. وأكيد يمكن الشغل لكل العائلات السورية هي نمط الغذاء الصحي، وست البيت ربة المنزل سالي دائما عم تفكر كيف يمكن تقدم لأسرتها أكل صحي، وبنفس الوقت يعني بيرفع المناعة مثل ما بيقولوا. فخلينا نحن بهي الفقرة نعرف شو علاقة الغذاء الصحي بالصحة النفسية، أكيد مع أخصائية التغذية علياء خليفة، استشارية بالتغذية الصحية. صباح الصحة والعافية. يسعد صباحكم صبايا. اهلا وسهلا. يسعد صباحك علياء. بدايه يعني دائما نحن بننوه عبر شاشه الاخباريه السوريه لجميع مشاهدينا انه المناعه هي بهذا الوقت كثير نحن مهم انه نحافظ عليها، نعتني فيها، نقويها ضمن اجتماع. هذا بيعتمد على الغذاء الصحي والسليم، وخاصه بفتره الحجر بالمنزل. عم نشوف كثير يعني زادت وجبات الاكل لكلنا، زادت وجبات الاكل لانه في وقت فراغ فاجباري بدنا نعبي. بيقول لك لا تروحي على البراد، بس انت لا اراديا عم تروحي على البراد، ولكن قديش مهم انه نحن وقت نروح على البراد نلاقي مثلا الفواكه، الخضار، ممكن نعمل اكلات هي اقل سعرات حراريه واكثر قيمه غذائيه. يسعد صباحكم عن جديد وصباح المشاهدين. اهلا وسهلا. حقيقه بالنسبه لموضوع الصحه النفسيه كثير مهم انه نحكي فيه، وما بيقل اهميه ابدا عن موضوع صحيح. المناعه، لانه الاثنين مترابطين مع بعضهم. يعني نحن بنعرف تاثير الاكتئاب والحزن والهم على مناعتنا وقديش بيحبط المناعه وبيخليها تضعف. لهيك نحن حبينا نحكي عن موضوع الصحه النفسيه. حقيقه في اغذيه كثير بتهمنا انه نحن نرفع فيها، في أغذية يعني بتشتغل على رفع هرمون السعادة عنا. هرمونات مثل ما بنعرف في عنا هرمونات سعادة، هرمونات اكتئاب كمان. هرمونات السعادة مثل السيروتونين والأندروفين والدوبامين كمان، وهدول بيهمنا انه نرفع من مستواهم بالجسم. كيف بدنا نرفع من مستواهم؟ ممكن يكون مثلا، خلينا نحكي عن موضوع السيروتونين واللي هو كثير بيهمنا، هو هرمون السعاده بين قوسين. فينا ننميه عن طريق النوم الكافي مثلا، فينا ننميه عن طريق الرياضه، فينا عن طريق التعرض لاشعه الشمس. مثل ما بنعرف نحن بنكون بعيدين عن الاكتئاب او بنكون سعيدين بفصل الصيف على عكس الشتاء اللي ما فيه اشعه الشمس، فينا كمان عن طريق الغذاء. فنحن هون بهمنا موضوع الغذاء للسعادة النفسية والشعور بالرضا. عليا، خلينا نحكي شوية. يمكن مثل ما قلتي في أغذية بتعطي سعادة للإنسان، ومن الحلويات يعني هي شغلة يعني مفروغ منها. فخلينا نحكي شوي أنواع يمكن الحلويات اللي ممكن تعطي سعادة لكن ما تضر كمان بالصحة، يعني ما انه كله يكون بشكل مفرط، لا يكون في اعتدال بتناوله. حقيقة بالنسبة للحلويات والأغذية العالية بالسكر، هي بدها ترفع عنا نسبة الأنسولين. هون وقت اللي بيرتفع عنا نسبة الأنسولين ونسبة السكر بالدم، حيصير في عنا سعادة، حيصير في عنا رضا، لأنه حيرتفع هرمون الدوبامين إفراز الدوبامين. بس هون حتكون سعادة مؤقتة، يعني حيصير في عنا بعدها اكتئاب، وحيرتفع لأنه ارتفاع الأنسولين حيقابله ارتفاع بالكورتيزول وبال أدرينالين كمان. تمام. فهون حتكون في سعادة مؤقتة، إضافة إلى النتائج اللي ممكن تسببها هالحلويات ومنها السمنة. ونحن في دراسات كثيرة قامت وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية على 4600 امرأة تقريبا، ربطوا بين عامل السمنة والاكتئاب. تمام. ففي رابط كثير قوي بين السمنه والاكتئاب. نحن ما بدنا نروح لهذا الطريق. تمام. فنحن بنروح للاغذيه اللي بتحفزنا وبتحفز هرمون السيروتونين على انه يشتغل بطريقه صحيه، وانه يصير في عنا سعاده، مثل الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي فيها كثير، دائما نحن بنبعد بموضوع السعاده عن الاغذيه الغنيه اللي
اللي بتحذف عفوا اللي بتحذف الكربوهيدرات. ليه؟ لانه الكربوهيدرات غنيه بحمض اميني اساسي ما فينا نحن ناخده غير من الطعام، الجسم ما بيصنعه، وهذا الحمض الاميني الاساسي هو التريبتوفان. التريبتوفان بحفز على افراز هرمون السعاده. لهيك انا وقت اللي بقول كربوهيدرات نشويات بقصد فيها مو بس البقول والحبوب والخبز وهيك، بقصد فيها كل شيء فيه نشويات مثل الفواكه مثل الخضار مثل الحليب حتى الحليب والألبان والأجبان فيها عفوا نشويات. يعني عليا بيقولوا أيضا الدسم، هلأ الدسم هو مضر ولكن بكميات قليلة هو ضروري، يعني هو كترته غلط ولكن كمان انعدامه كمان غلط. بيقولوا أيضا الدسم كمان بيرفع هرمون السعادة، هل هو مثل السكر مؤقتة ولا كيف؟ وكيف فينا ناخده نحن؟ يعني مثلا بيقولوا في عالم ما بتاكل بالسمنة بنوم، يعني طبعا. مثلا كل أكلة بالزيت، لا في عالم ممكن تنكه بالسمنة وهيك بتكون قدرت تعطي طعمة طيبة وفي شوية دسم، هذا الحديث مزبوط؟ يعني أنا تمام. هلا نحن بالنسبة للدسم بنروح للدسم الغير مشبع، يعني نحن ما بنروح للدسم المهدرجة، لا يعني إنه مثل يعني السمن مثلا مثل السمنة، لأنه حترفع عنا عامل ال LDL واللي هو الكوليسترول الضار عنا تماما، فنحن ما بدنا نفوت بأمراض قلب وأمراض سمنة ولو كميات صغيرة. هلا ممكن في هلا نحن مطبخنا العربي للصراحه هيك تربينا، طيب هيك تربينا وهيك تعودنا انه يحطوا للتنكيه، بس في عالم بيحطوا مثلا معلقتين كبار عرفتي، في عالم بيحطوا مثلا مع الزيت بيحطوا زبده، مع الزبده بيحطوا سمنه، يعني هيك فبصير في عندنا كثير دهون مشبعه ودهون مهدرجه، هذا نحن لازم نبعد عنه لصحتنا القلبيه وصحه الاوعيه. تمام. بنروح للزيوت مثلا زيت الزيتون، زيت الزيتون من الدسم اللي نحن فينا نستفاد منه، في عندنا مثلا مثل البذور بذر الكتان مثلا فيه كمان دسم، فيه زيوت ولكن زيوت فيه اوميجا 3، فيه يعني فينا نستفاد من هالدسم المفيده لنا. تمام. هاي بالنسبه لموضوع الدسم. طب خلينا نحكي شوي، اليوم كل سيده منزل او صبيه دائما بنحكي هذا الموضوع عم تخاف من زياده الوزن بما انه قاعده بالبيت، وفي كثير يمكن عدم انتظام بالوجبات الغذائيه، وهذا الشيء عم بياثر على الصحه النفسيه ومثل ما قلتي بيؤدي يمكن لاكتئاب توتر وقلق، وهو من اسم قسمين، يا اكتئاب بيؤدي لزياده الطعام او انه نقص الطعام. خلينا نحكي عن العادات الصحيه للوجبات وكيف لازم تتنظم، وخلينا نحكي هذا الشيء قد ايه بياثر على الراحه النفسيه. هلا هو صعب اول كم يوم بعدين بيتعود عليه الجسم، صح؟ هلا صراحه هلا انا اجي احرم مثلا، نحن دائما بانظمتنا الغذائيه بنبعد عن حرمان الناس المتعوده دائما على الكالوريز العالي، ما بحرمها فرد مره لانه هون بدها فعلا بدها تفوت بمود اكتئاب. تمام. بالتدريج. فانا بالتدريج فبنزلها شوي شوي من الكالوريز اللي هي قاعده اللي عم تتناوله. تمام. بالنسبه للنوم الكافي، النوم الكافي يعني هلا نحن بفتره عم يصح لنا انه ننام، فينا بالنسبه للنوم الكافي يحفز عنا هرمون السعاده مثلا. تمام. في عنا رياضة إنه فينا نستخدمها لحتى نحفز هرمون السعادة عنا. في عنا مثلا إذا يعني بالبيت متواجد براندا فينا نوقف لنا نتعرض لأشعة الشمس، فينا نهوي البيت لحتى كمان يعني كتير التهواية والأكسجين لهم دور أساسي بالمناعة ورفع المناعة. تمام. يعني في عنا عادات صحية، شرب المي بكميات كافية من 8 ل 12 كاسة، يعني إنه أنا إذا بدي اتنقرش مثلا أخذ نقرشات مفيدة مثل بذر القرع، البذر الاسود او بذر البطيخ اللي بنسميه. تماما. فينا ناخذ البوشار، هدول فينا يعني شغلات فينا سناكات نقرشه مفيده. انا اشتهيت الحلو فيني روح للفواكه، الفواكه اللي فيها حلويات، هلا الفواكه متوفره. تمام. فهيك انه فيكي تكبحي شهيتك. للاسف يعني مثل ما حكينا هلا نحن بنحب الحلويات، هيك متعودين يعني بنمطنا الحياتي انه بنحب الحلويات، بس نحن عم نسيء لصحتنا. هو ليش؟ لانه عم يصير نوع من الادمان عنا. مثلا عنا المشروبات الطاقه والمشروبات الغازيه، تحسي حالك مبسوطه وانت عم تشربيهم او بعد ما بتشربيهم، ليش؟ لانه في عنا نوع من الادمان عليهم. تمام. نوع من الادمان هذا عم يرفع لي يعني لوصل لمستوى الدوبامين اللي انا بدي اوصل له.
تماما. يعني بيقولوا صحيح، بيقولوا انه مو شرط 3 وجبات بالنهار، ممكن احنا ناخذ 5 وجبات ولكن بكميات قليله. علي يا ريت هيك نوجه بس هيدا الفكره لكل اللي عم يشوفنا، بس نقول انه او اي اخصائيه تغذيه بتطلع معنا او بتوجه رساله انه كله 5 وجبات، مو 5 وجبات يعني 5 صحون ملانه. قد ايه مهم انه نحن نقسم وجباتنا، مو شرط 3، ناكل بين الوجبات ولكن بكميات، ويكون الاكل منظم. يعني بناخذ الكربوهيدرات الصبح، ممكن البروتين ممكن ناخده الظهر، وبالليل ممكن نعتمد على الفواكه وعلى الخضار. فينا نقسم هدول القصص تماما مثل ما تفضلتي حضرتك، فينا نقسمهم يعني على نظام الصيام المتقطع اللي نحن دائما بنروح عليه. 3 وجبات بيناتهم سناكين، بين كل وجبه وسناك مثلا ساعتين، هيك بتكوني عم تاكلي 8 ساعات بالنهار وعم تصومي 16 ساعه بالنهار. تمام. بس هلا نحن عندنا موضوع النفسيه، يعني انت ما حتكوني نفسيتك ما لا مرتاحه وانت عم تفوتي بهذا النظام. تمام. صح. انا بروح للاغذيه مثلا اللي بتحفز لي الهرمون السيروتونين عندي، انا اللي بدي اياه انه انا اكون سعيده، اكل وكون سعيده. مثلا اذا صاحح لي اسماك فيها الاوميجا 3 مثلا، اذا صاحح لي التون مثلا، التون صاححت لنا. هلا نحن بنشوف المنطقه الساحليه دائما عندهم الاكتئاب اقل من المناطق الداخليه. تمام. لانه هن غذائهم الرئيسي بيعتمدوا على الاسماك، او العيال اللي بتعتمد على الاسماك عندهم نسبه الاكتئاب اقل. تمام. صحيح. بالنسبه مثلا هي بالنسبه للبروتينات، حبيتي مثلا الفواكه فيكي تاخدي حصه فواكه اللي انت بتحبيها يعني كسناك. تمام. نعم. شكرا لك يا علي على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. صارت الساعه 10 وهلا عنا موجز، كنا بنتمنى وقت اطول معك، وبنتمنى الكل يلتزم فعلا بكل النصايح اللي اعطيتيها. يسعد صباحك.